فوالا. وكاينه هاد الاشواغ هادي العجيبه، كاينه دو لتر وكاينه تخوا لتر، دو لتر فيها البلاستيك وفيها الزاج، كاينه تخوا لتر ديال لينوكس. بالنسبه للخدمه تاعها راه عجيبه، هاد تخوا لتر كيعطوك معاها جوج تلماس ديال ربعه، كيعطوك معاها جوج تلماس ديال جوج، كيعطوك معاها كذلك الدراب او الباتور اللي كيدرب اي حاجه. بالنسبه للخدمه ديال هادي راه عجيبه جدا. ناخذ الموز ديال ربعه، دائما هذا كتخليه غيزيرف، حنا ما كنصيفطوش لك بحال هكا، كنعطيو لك مقسوم حيدي ليه الماس، كتخبيه اكوتي في شي بلاصه حتى تحتاجيه، حتى بالنسبه لهذا حتى هو كتخبيه، كيبقاو عندك هاد لاكام هادي. هادي بالنسبه لاول شيء غنخدمو. بالنسبه للربيع بغيت نطحن الربيع تاعي، هي هادي ماجيك بلو، بغيت نطحن الربيع ديالي، كنقبط ربيع كونتيتي كبيره، لاحظ معايا هاد الكونتيتي الكبيرة غنقبطها بطريقة سهلة. كناخد العواد هما الأولى، مكنلوحش العواد، ناخد العواد هما الأولين، تقريبا هنا كاينين شي خمسة قبطات، كنلوح العواد هما الأولين، كنخلي الورقة، يعني مبقاش نضيع الربيع تاعي، ومبقاش نلوح العواد، كندورها حتى كطيح في بلاصتها، وكنخدم أن دو تخوا. ان دو تخوا هي الطريقة ديالها باش تبقى الماكينة عندي مزيانة. من بعد ما طحنت العواد، لاحظ معايا بالنسبة للعواد هاهما طحنو، كنزيد معاهم الورق، علاش ما سيباريتهمش باش العواد يتخلطو هما والورق. فوالا، خمسة قطات، خمسة ثواني فقط، كنصدع على ماشين وندور بهذه الطريقة. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 وانا كنشوف هنايا واش نزيد اولا نقص بهذه الطريقة. لاحظ معايا انا هنا كيبان ليا شنو النيفو بغيت. فوالا، هنايا بالنسبة للربيع ديالي مستحيل شي ماشين تقطع لك الربيع بهذه الطريقة. هذا الربيع ديالي لاحظ معايا، نديرهم في باركيت بحال هكا وندخلهم للفريغو ديالي. حبة حبة، يعني الربيع كيكون حبة حبة حتى الأخير. هادي باش نعرف القوة ديال الماشين، أنا كاين بزاف ناس كياخدوها وما كدير ليهم والو، أولا كيديرو غير الربيع فازق. هذا الربيع راه فازق، يقولك ما طحناتوش ليا، غير عصد دارتو بحال تقول عجناتو. هنايا بالنسبه للربيع ها هو، ودابا غندوزو ان الربيع كما كنشوفو راه مربعات صغار. دابا غندوزو خبيزه، البقوله، الخبيزه، لي زيبينا، اي حاجه، البقوليات كامله، اي حاجه عندك في البقوليات. طبعا الحال نحيدو العواد، تولي تصيبيها يوميا، قطعيها وصوتيها في البلاصه، متبقايش خصك طحني كونتيتي كبيره. هنا غنقبط ونبقى نلوح، نلوح النص هنايا. علاش درت هنايا؟ بالنسبه للبقوله ما كتبغيش تكون رقيقه بحال الربيع، كتبقى واحد شويه غليظه، كنسد بحال هكا، ضروري نسد وضروري نحط هذا وندورو حتى كيطيح في بلاصتو. كنخدم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 وهنا كنشوف بارك عليها واحد جوج دقات. البقوله ما كتحتاجش تكون، فوالا ها البقوله ديالي. وبالنسبه حتى للكرافس، الطريقه نطبقها على الكرافس، ها البقوله ديالي وجدات غليظه غير باش زوينه، ما كتعجنش. كما قلت لك البقوله مزيانه مفيده، هاد البقوليات حنا ما بقيناش تقريبا كناكلوهم، ولكن راه مفيدين جدا. انا بقات عندي واحد الكونتيتي صغيره، هادي بالزربة نطحنوها. فوالا ها هي طحناتها بسهولة.
ايوا البقوله ديالي بالنسبه للخبيزه ديالي هي وجدات طبيعه الحال. الخبيزه ديالي وقيتها كتكون واجده، ها هي كتكون واجده. دابا ندوزو البصله ديالنا، ناخذ بصله كبيره كنسدو. كذلك بالنسبه للبصله الخدمه كامله اي حاجه كنخدم بهذه الطريقه. انا عيني ميزاني فوالا، ها البصله تاعي مشلضه غليظه احسن حاجه يمكن لك تصاوبي هي البصله بهذه الطريقه. فوالا هنا يمكن يلوح البصله، كيلوح كذلك الفلفله. فلفله خضراء، فلفله حمراء، الخيار، مطيشة، تلوح كل شيء مرة واحدة. وكتسحب على ماشين كما قلت لك دائما انا خدام وكنشوف من هاد البلاصة واش نحبس واش نزيد، يعني كناخد العبار ديالي نضرب ونحبس نضرب ونحبس باش ناخد العبار اللي بغيت. فوالا احسن صلاد اللي كتوجد في الدار ديالك هي هادي. صلاد ديالك واجدة في الدار، احسن صلاد اللي كتوجدي بسهولة. صلاد مروكي فوالا، توجدها يوميا، تحطيها في لاطابل ديالك في كل وجبة. انها مفيدة، خضرة تكون فخاش ما طيباش، خضرة تكون بحال هكا مزيانة. هنا دابا ندوزو الخدمة التالية. هنا بالنسبة للحم، طبق الحم ديالي الحمد لله. هنا كنديرو حنا البقري دائما، انا البقري كيكون فيها الجلود كيكون شويه صعيب، ديما كنديرو الصعيب. كنسد هذا الماشين ديالي ونطحن اللحم تاعي بسهوله. اللحم، الدجاج، الحوت، البقري غني. فوالا جوج دقات، انت كتشوفي العبار. فوالا وبصحة وراحة الكبسة تاعي وجدات بالنسبة للكبسة ديالي ها هي واجدة. لاحظ معايا هنايا طحنات بسهولة. هادي بالنسبة للكبسة. بالنسبة للموس الآخر كاين هرمش فيه اللوز، نهرمش فيه القلقاع، لي فخويسك كاملين مكلية، نهرمشهم في الموس الآخر. خلاص بالنسبة لهاد الباتور هذا، هذا راه يمكن ليا كيما قلت لك، يمكن نهرمش فيه أي حاجة بحال اللوز، القلقاع. وبالنسبة لهذا يمكن نضرب فيه البيض، الكيك، البغرير، أي حاجة بغيت نخلطها ديال العجائن يمكن نديرها هنايا. وبالنسبة للموس طحنا فيه كلشي، فهو هذا ديال الربعة، خلاص هو كيمشي. وندوبل، تقدري فيه اي حاجه. فوالا الكبسه ديالنا هي وجدات. بالنسبه للسلاد كديري لي فخوي ولي ليغيم كذلك. بالنسبه للبيرسيل او بالنسبه للبقوريات كاملين كيطحنهم. هنا لي زونيو بوحدو، يمكن تطحني خيزو بوحدو، القرعه بوحدها، اي حاجه بغيتي تطحنيها بوحدها يمكن لك تطحنيها بوحدها. هنا بالنسبه للربيع كنبغيوه يكون رقيق، ها هو رقيق طبيعه الحال. هنايا بالنسبه للبقوله لي زيبيناغ، الكرافس، اي حاجه بغيتيها راه كتكون كتنفع بزاف. بالنسبه لهذه هي لا ماشين ديالنا كواليتر. هذه بالنسبه للثمن تاعها غتلقاو في الرابط ديال 3 لتر ودو لتر. وبالنسبه للبلاستيك والزاج، بالنسبه للاينوكس هي اللي فيها 3 لتر، بالنسبه للبلاستيك ولا بالنسبه للزاج راه دو لتر. التسميه تاعهم راه كتختلف، كاينه دو لتر في الاينوكس والبلاستيك والزاج، وكاينه 3 لتر فقط في الاينوكس. هي هذه لا ماشين ديالنا. اي استفسار غتلقاو الرابط ديالنا، رقم الهاتف، تدخلوا الواتساب ديالنا، تدخلوا كذلك جوجل، فيسبوك، انستغرام، وكذلك اليوتيوب. مرحبا بكم.